الطاقة العامة حلوة عندكم، دا أشوف أكو عندكم لمة عائلية أو فرحة أو موضوع يخص بيت أو معاملة هنا طالعة يمي، ممكن تكون أوراق، ممكن تكون عقد، أكو توقيع عقد. إذا كنتم منتظرين موضوع عملي أو وظيفة مثل ما نقول، فإذا أشوف الطاقة العامة كلش حلوة عندكم، فرحة عائلية، اكو لما اكو خبر حلو راح يجيكم كنتم منتظرينه. اذا كانت عندكم معاملة صار لها فترة، او محكمة مثل ما نقول، اوراق محكمة او معاملة صار لها فترة متعرقلة، دا اشوف انه بهاي الفترة الامور راح تمشي لصالحكم، والمعاملة راح تتم ان شاء الله على خير، وراح تمشي من بعد التأخير صار بيها وإحباط. دا أشوف أكو فرحة وأكو موضوع راح يتم على خير. هنا طالعة يمي طاقة المتزوجين، إذا كان موضوع انفصال إذا كنتم منتظرين موضوع انفصال أو محكمة يعني، فإذا أشوف الانفصال والمحكمة إذا كانت متأخرة أو خايفين من القرار، فالقرار راح يكون بصالحكم. إذا كانت عندكم أي معاملة أو أوراق دا أشوفها راح تتم إن شاء الله على خير، وراح يكون الوضع بصالحكم. دا أشوف أكو مشاكل كانت موجودة، أكو صراعات، أكو شخص كان دائما يسبب لكم مشاكل وتعب بالفترة الحالية، دا أشوف الورقة شوية انقلبت، فالصراعات اللي كانت موجودة، المشاكل اللي كانت موجودة راح تنتهي، وانت راح تحاول انه تصلح الاوضاع بدون مشاكل. قبل كنت ممكن ماخذ نوع اللي الهجوم الصوت العالي، بس بالفترة الحالية دا اشوف راح يصير عندك مثل طاقة الهدوء، اكو هدوء راح يصير عندك، اكو تأني باتخاذ القرارات، راح تبطل التسرع اللي كنت بيه قبل. وهنا دا اشوف راح تستعيد استقرارك، تستعيد توازنك، عندك الحدث عالي بهاي الفترة، أمور هواية قاعدة تفكر بيها وشاغلة بالك وعم تعبتك. دا أشوف البعض من عندكم أكو كانت عنده، من نجي الناحية العاطفية دا أشوف أكو شخص ممكن يكون أصغر منك بالسن، أو ممكن أنت تكون أصغر منه بالسن، بس الفرق بينكم يعني فرق مثل ما نقول مو قليل، يعني فرق كبير بالسن اكو بيناتكم، او ممكن يكون هذا الشخص هو اصغر منك او طاقته صغيرة. هذا الشخص دا اشوفه دا يحاول يدخل بحياتكم بالفترة الحالية، وانت مثل اللي عندك حدث عالي، ودا تحس انه هذا الشخص نوايات تجاهك مو نوايا سليمة. دا اشوف انه انت نواياك ومثل ما نقول تفكيرك اتجاه هذا الشخص بمحله، لان اكو وضوح، اكو امور كانت غامضة من بعد صمت، من بعد شكوك ببالك هواية كانت ما متأكد منها. دا اشوف هذا الشخص سواء كان جديد او اذا كان شخص من الماضي بحياتك، فدا اشوف اكو شخص راح ينكشف، اكو شخص متلاعب كذاب، ممكن موضوع خيانة او موضوع كذب او وعود. دا اشوف بالفترة الجاية هذا الشخص انت راح تكشفه، راح تكشف المكر اللي موجود عنده. فمن راح تكشف هذا الشخص الأمور راح تصير أوضح اتجاهك، راح تستعيد توازنك وراح تستقر. أكو شخص طاقته كبير بالسن، ممكن يكون أب أو أم، أكو دا أشوف طاقة سيطرة هنا، أكو شخص متسلط ومسيطر وعنده نوع من التكبر والغرور. هذا الشخص قاعد يتدخل بكل شيء بحياتك، ممكن يكون من الأهل، او حتى اذا كان يعني الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه شريكك هو شخص كبير بالسن، فدا اشوف عنده نوع من السيطرة المفرطة وسيطرته سيئة، او من نوع المتسلط بالعلاقة كلش ومتعبك. بس دا اشوف اكو استقرار، اكو امور حلوة راح تجي. هنا عندك ورقة ذا السنة، على نهاية الشهر هذا اكو خبر كلش حلو راح يجيك، خبر راح مثل اللي يطلعك من الظلمة للنور، خبر فرحة، هاي بشارة كلش حلوة راح تجيك، اكو تفاؤل راح تستعيده، اكو شخص راح يقدم لك مساعدة. هذا الشخص ممكن يكون مثل ما قلت لكم اكو عنده نوع من كبر بالسن، كبير بالسن، اكو مساعدة راح تجيك دا اشوفها، شخص منتظر منك اشارة، انت من راح تروح تحكي ويا هذا الشخص راح يساعدك وراح ينطيك مبلغ مالي. عندك هنا مبلغ مالي راح يجيك، مبلغين، مبلغ واحد من عندهم كبير والمبلغ الثاني صغير، اكو مبلغين ماليات راح تجيك مساعدة من شخص راح يساعدك بيها. هاي بالنسبة للأوضاع
المالية، دا أشوف أكو عرض عمل راح يجيك بمكان، شلون نقول مكان ثابت، يعني إذا كان هذا عرض عمل فهو ممكن وظيفة حكومية راح تكون، أكو شغل جديد عندك، بس الشغل هذا ثابت ومن النوع اللي بيه روتين، نوع الشغل الممل اللي يصير بيه روتين وملل كل يوم نفس الشيء. ممكن يكون هذا العرض مال العمل انت صار لك فترة طويلة منتظرة، ممكن صار لك سنتين تنتظر انه هذا الشغل يجيك، او ممكن صار لك شهرين لا اشوفه راح يجي هذا العرض مال العمل من بعد انتظار طويل، وهذا العرض هو اللي راح يسبب لك هاي الفرحة. الوضع العاطفي دا اشوف انه اكو عدم استقرار، اكو شخص انت اكتشفت خيانته، واكو شخص ثاني راح يجي يحكي وياك عمره ممكن يكون اصغر منك مثل ما قلت لك، او ممكن شخص راح يجي يظهر بحياتك فجأة، انت راح تستغرب من العرض اللي راح يجي ويعرض عليك، ممكن كعلاقة او موضوع زواج. دا اشوفك هذا العرض راح ترفضه، ما راح تقبل بيه بالفترة الحالية، يعني راح تأجله بسبب وجود اختلافات بيناتكم. وهنا أنا دا أشوف بالنسبة للمتزوجات اللي منتظرين حمل، دا أشوف أكو حمل، أكو حمل إن شاء الله بالفترة الجاية، أكو خبر حمل حلو، ممكن هو هذا الخبر الحلو اللي أنتم منتظرين تسمعونه. دا أشوف أكو للمتزوجات موضوع حمل، أكو خبر حمل صار لكم ممكن سنة كاملة منتظرينه، وأكو طفل البعض الثاني اللي دا كنتي حامل، أكو عندك ولادة، والولادة إن شاء الله راح تكون مثل ما نقول متيسرة ومتسهلة، أو إنه أنتو الموضوع ممكن يكون عائلة تسمعون بولادة، فراح تصير عندكم فرحة، فرحة بموضوع حمل أو ولادة إذا كان مو إلكم الشخص من العائلة. ودا أشوف أكو أسرار كانت موجودة، بس هاي الأسرار كلها راح تنكشف، والأمور المادية حلوة، والأمور الصحية هم دا أشوف ماكو وضع ممكن نقول يعني يخوف، بس احتمال البعض من عندكم يكون عنده مشاكل بالمعدة أو منطقة البطن بصورة عامة. دا أشوف شوية إنه لا تهملون هذا الموضوع، حاولوا إنه تشتغلون عليه، بس الأمور بصورة عامة كلها حلوة، ويعني ماكو شي يخوف. فإن شاء الله خير على برج دلو. بقالنا برج الحوت، برج الحوت، وإن شاء الله يكون ختامها مسك ويا برج الحوت، تكون أخبارهم حلوة. برج الحوت، برج الحوت نبدأ. طاقتكم عالية، كل الأوراق وقعت هالمرة. يلا نبلش برج الحوت، نشوف شنو الطاقة اللي مرافقتكم من هذا الشهر. برج الحوت، أنا أشوف إنه الطاقة العامة اللي موجودة عندكم بالفترة الحالية هي طاقة الاحتياج، أكو أزمة بحياتكم بالفترة الحالية دا تمرون بيها، أكو تعب، ممكن تكون هاي الأزمة مو مالية، وممكن تكون عاطفية، وممكن تكون الاثنين، المهم دا أشوف الطاقة العامة إنه أنتم بالفترة الحالية دا تحسون إنه أنتم وحدكم، دا تحسون إنه ماكو شخص يساعدكم، ماكو شخص وياكم، ماكو شخص يوفر لكم الاحتياجات اللي انتو تردوها من عنده، اكو عندكم طاقة من التعب، خيبة الامل، بتحسون انه
انتو وحدكم مثل اللي الشخص تخلى عنكم بليلة باردة وظلمة وماكو مساعدة، رغم انه انتو المساعدة موجودة قدامكم بس انتو ما قاعد تقدرون تشوفوها بسبب التفكير السلبي اللي موجود. ودا اشوف اكو شخص بحياتكم بالفترة الحالية، شخص رزين، شخص مثل ما نقول معطاء، كريم، دبلوماسي، عنده نوع من الدبلوماسية، وممكن يكون عنده نوع من سلطة معينة بإيده، أو هو يعني شلون عنده شغل بإيده معين أو سلطة معينة. هذا الشخص دي يحاول إنه يقدم لكم المساعدة، واقف بظهركم، بس أنتو دا تحسون نفسكم إنه أنتو وحدكم، ما قاعد تقدرون تفكرون، ما قاعد تقدرون تنطون ثقة لأحد. في نفس الوقت دا أشوف عندكم نوع من بالفترة الحالية الحرص المبالغ بيه، دا تحاولون إنه تحرصون على أموالكم، أو حتى إذا كانت بالعلاقات العاطفية فدا تحاولون إنه تحافظون على العلاقة اللي أنتم بها في سبيل إنه ما تخسروها، رغم إنه أنتم تعرفون إنه هذا العلاقة اللي أنتم بها ما مستقرة. دا أشوف شوية أكو مشاكل ممكن تكون بالبيت، أو حتى إذا كنتم متزوجين يعني بزواجكم أكو عدم تواصل، أكو انقطاع بالتواصل صاير بيناتكم أنتم يعني كعائلة. بالبيت أكو مشاكل هواية لدرجة إنه ماكو واحد قاعد يسمع واحد، كل كلمة ممكن تحكوها، كل تصرف ممكن تسوونه ممكن ينقلب إلى مشكلة. فأكو طاقة الهجوم، يعني أكو مشاكل دا تواجهك، أكو ظروف هواية قاعدة تحاول أنت تجابه هواية ظروف بنفس الوقت، فهاي الطاقة متعبتك مخليتك ما قاعد تندل دربك بالفترة الحالية، فما قاعد تقدر تاخذ قرار، ما عندك رؤية واضحة بالقرارات اللي تريد تاخذها، ما قاعد تعرف شو تسوي، اكو عندك احباط من هواية امور بحياتك. ونفس الوقت دا تحس انه انت مقيد بوضع معين ما قاعد تقدر تتخلص من عنده، يعني انت اذا كنت متزوج فانت دا تحس انه انت مجبور انه تحافظ على الزواج اللي انت بيه، رغم انه انت دا تحس انه انت متقيد بهذا الزواج وما مرتاح، بس انت مصمم انه هذا الشيء ممكن مفروض عليك فرض تحسه. انت حابس روحك باوهامك، عندك اوهام هواية ببالك، اكو افكار هواية مسيطرة عليك، اكو قلق، اكو تشويش، بس نفس الوقت ما قاعد تسمع نصيحة، حتى الناس اللي قاعدة تنصحك ودا تحاول انه تساعدك حتى تمشي حياتك، انت ما قاعد تقدر تتقبل المساعدة ولا تتقبل النصيحة، انت مختار انه انت اللي تسجن نفسك بافكارك، انت مو حبيس الافكار، انت لا، انت ساجن نفسك بهاي الافكار. اكو افكار مسيطرة عليك، هاي الافكار خاطئة مو حقيقية، انت اللي فكرت بيها، ودا تحس نفسك انه انت بعيد، بعيد كل البعد عن كل الناس، دا تحس انه الناس حتى الناس اللي يمك وموجودين بحياتك هم بعيدين عنك، ما قاعد يفهموك، ما قاعد تقدر تفكر بوضوح، ما قاعد تقدر تسيطر على الامور، دا تحس انه كل شيء قاعد مثل ما نقول هيجي الامور قاعد تطلع من ايدك بالفترة الحالية. عندك تعب وعندك وساوس هواية قاعد توسوس بيها، عندك أفكار، ممكن حتى تكون عندك كوابيس من تنام تحلم بيها، أكو هواية أمور أنت بالفترة الحالية عندك عدم نضوج، أكو عدم نضوج عاطفي أما منك أنت أو من الشخص اللي أنت تتعامل وياه، تحسه مو ناضج بما فيه الكفاية. هذا شخص عنده طاقة المراهق، ما حتى إذا كان هو كبير بس إن عنده طاقة المراهق، هذا الشخص بعد ما ناضج بأفكاره، ممكن هو يكون أو مسؤولياته ما واعي لمسؤولياته، فأنت بدك تضطر إنه تنتظر على هذا الشخص وتنطي فرص وتنطي فرص، رغم إنه أنت تعرف إنه هذا الشخص ما يعني ما بيه فايدة إلك، بدك تحاول بس تأجل للنهاية. ونفس الوقت هنا دا أشوف أكو موضوع سفر ببالك صار لك فترة تفكر بيه، بداية الشهر الجديد إن شاء الله أكو موضوع سفر صار لك فترة منتظرة هذا الموضوع مال السفر، دا أشوفه راح يتم رغم بعض المعارضات اللي ممكن تواجهك بهذا الموضوع مال السفر، بس السفر راح يتم وراح تطلع من طاقة الانتظار اللي أنت بيها. أمورك المالية أمورك المالية دا أشوفها بالفترة الحالية همينة مو بأحسن الحالات، قاعد تخسر هواية فلوس، دا أحس يعني حتى
الأموال اللي تجيك قاعد تروح من عندك بسرعة، ما قاعد تلحق إنه شلون تتمتع بيها. مثل ما نقول منتظر مبلغ مالي راح يجيك، أو ممكن مقدم على عمل ومنتظر هذا العمل، دا أشوف شوية بيه تأخير، راح يتأخر بالفترة الحالية، ودا أحسك صاير عندك نوع من العدوانية بسبب الموضوع المالي اللي الموضوع المالي اللي كنت منتظره. دا أشوف بالفترة الحالية أكو بي شوية تأخير راح يصير، ودا أشوف عندك يعني أنت مار بخسارة مالية بالفترة السابقة، وهاي الخسارة متعبتك ودا تفكر بيها هواية، وما قاعد تقدر شلون نقول لي تحافظ على مصاريفك، أو تحافظ على الأموال اللي قاعد تجي قاعد تروح من عندك بسرعة. فدا أشوف المهم بالفترة الجاية راح يصير عندك سيطرة، تستعيد السيطرة شوية على أموالك، راح تستعيد قوتك، والأمور شوية راح يصير بيها تحسن. وأكو بنهاية الشهر إلك سفر، دا أشوف أكو موضوع سفر، وأكو دائرة راح تنتهي من تعب، دائرة من مشاكل عدم استقرار انت كنت عايش بيها، دا أشوف هاي الدائرة راح تكتمل وراح تنتهي بالفترة الجاية، وراح تتحسن أمورك المالية. وكل التوفيق إن شاء الله لبرج الحوت.